السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب. بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه، عيد مبارك لكل الجزائريين داخل وخارج الوطن. فيديو اليوم بعد الرسائل الكثيره اللي وصلتني والاخبار اللي من بعض الاخوه اللي قالوا لي باللي بالرحمه رسميا في تشيلسي وتم الاتفاق مع من مع وكيل لعب، لكن الشيء اللي لفت انتباهي في الموضوع في القضيه انه الاخوه كتبوا لي وقالوا لي باللي بالرحمه لامبارد شخصيا اتفاوض مع وكيل اللاعب. هيا اتصلت، رفعت التليفون واتصلت الاصدقاء عيطت لهم قلت لهم منين جبتوا الخبر هذا برك السعيد المفرح، منين جبتوه مصدر نتاعو؟ حبيت نعرف مصدر اللي خلى لامبارد شخصيا يتصل بوكيل اللاعب. تفاجأت، واش قالوا لي؟ قالوا لي رانا جبناه مصدر من عند يوتيوبر. منين؟ من عند يوتيوبر. انا جامي نظر ننتقد يوتيوبر، ما حتى يكونوا ضدنا في الاراء ولا في الافكار، كل واحد حر. مواقع التواصل الاجتماعي هذه للشعب كامل، كل واحد يعبر عن رايه، سواء معايا في الراي ولا تختلف معايا انت حر. بصح نكونوا شويه لوجيك، ما نعودوش نعطوا للناس غير باش اخبار نديروا بها الباز. الباز سهل، سهله طريقه سهله، حاب نديروا الباز سهله، ومن غدوه تسمعني قلت باللي اسمه غوارديولا يتعارك مع محرز بالايدي وبالارجل وكذا، قادر ندير الباز ولا مش قادر؟ سهل الباز، اسهل حاجه هو الباز، جيب مشاهده نقدر نجيب مشاهده. صح من مش من اخلاقنا احنا، لا بلا فخر بلا فخر، هذه جامي قلتها بصح نقولها للخوت اليوم اخر مره نقولها لكم واول مره نقولها لكم. كنا من الاوائل السباقين لما كانت الناس ما كانش كاين غير الجورنال وقليل بعض المواقع، كنا من السباقين اللي كنا في منتديات كره جزائريه وكنا نكتبوا مقالات في 2008 2009 2010 2010 بعد ما غلقوا جاء وقت وتحبوا تاكدوا تاكدوا غلقوا المنتدى كرة، أغلق المنتديات الجزائرية كرة جزائرية وكرة مصرية بعد المعارك اللي صرات وبعد الحرب الشتائم وبعد الأمور اللي صرات عجل تفاديا للفتنة أغلق موقع كرة. كنا احنا نكتبوا مقالات، ونزيدكم معلومة، الناس اللي كانوا معنا نكتبوا معنا في المقالات الرياضية الآن وراهم، وكاين مقالات ركيكة بلغة ركيكة وأخطاء إملائية شائعة كثيرة، الآن راهم صحفيين ومعروفين وفي قنوات تلفزيونيه الحمد لله. رانا تعاملنا مع ناس مستوى عالي، كنا الاوائل الحمد لله اللي كنا نكتبوا في منتديات كره جزائريه بالمقالات الرياضيه، وكانوا معنا اصدقاء الان ذوك راهم صحفيين ومعروفين، احنا ما اتجهناش للصحافه، كل واحد خير وش يخرج عليه. هذه بين قوسين اللي جامي تكلمتها، بصح نطلعوا المستوى الباس ديرو بطريقه اخرى، كاين قنوات تاع الضحك، كاين تاع هذا تاع الفيديو تاع الضحك الكوميديا، دير على روحك الباس. بصح باش تعطي الناس الملتقي اللي يسمع ولا اللي يشوف مشاهد يعني تعطي له خبر باش دير به الباس، كل لوجيك. اذا راك صحيح في كلامك اعطيني المصدر، المصدر اللي يقول لي باللي لامبارد شخصيا هو اللي تفاوض مع وكيل بالرحمه، وين اللوجيك؟ نزيد لك، وين راحت شركات تاع مينديز رايولا المانجير تاع بوجبا؟ هذم كل شركات عندهم شركات، اي جوار دركا يتبع شركه، قليل اللي ما عنده شركه عنده مانجير وحده، مانجير مع شركه. راهو تكلم معايا فلان فلان فلاني، شكون فلان فلاني هذا؟ واحد جمعت ليا في قهوه. طلعوا المستوى اخوتي، طلعوا المستوى، مع احترامي لكل اليوتيوبر، كاين يوتيوبر ما شاء الله، كاين اللي قدم كاين اللي جدد، بصح ما شاء الله يبحث لك على المعلومه على المصدر، يبحث لك على المصدر، هذا هو اليوتيوبر ولا هذا هو اللي يحب اللي يوصل للمشاهد يوصل له معلومه صحيحه. باش توصل له معلومه صح ابحث على المصدر، جيب لي المصدر. اخي قلت انت وكيل اللاعب تفاوض مع لامبارد شخصيا، جيب لي المصدر، المصدر اللي جيب، ما تجيبليش من موقع كيما تاع دون بالون وديفينسا اللي قالنا عطال راه راح لريال مدريد، هذا كل
مواقع خرطي باش تجيب نسبة ليفي. تشفيو كان واحد التصويت داروه في رمضان خاوتي كانت تذكروا على صلاة نيمار وميسي ومحرز، ومن بعد داروا مع صلاح مع نيمار، ونيمار في لافا فاز نيمار وفاز ميسي. كنت تشفيو في دقيقتها واش قلت لكم؟ قلت لكم انا خاوتي راهي ما نديرش التصويت هذا، ما نديروش في بالي خلاص في مخي، راه هذه حاجه تاع ضحك. وهما بيبليا واو عاونوا خوكم محرز، عاونوا محرز، انا ماناش كونتر محرز بصح انا نطلعوا نيفو ما نهبطوش. ومن بعد قلت لكم اخوتي راهو بياج، راهي هذه الصفحه تاع السبور هذه اللي في الانستغرام راهي حابه تطلع ليفي، ما تتبعوهاش. وبالفعل طلع كلامنا صحيح، طلع كلامنا صحيح، طلعت باللي صفحه حابه تزيد ليفي وحابه تزيد لابوني، هذا ما توحى نتاع الانستغرام. حنا فينا طبيعه الله مع كاين يوتيوبر خوتنا ثاني ما شاء الله ثاني فيهم طبيعه ما يشتوش اللي يجيبوا الخبر من اجل الخبر برك باش تزيد ليفي برك ولا باش يدير الباز. لا انا قلت كاين يوتيوبر ما شاء الله يجيب لك المصدر بدون ذكر اسماء اليوتيوبر باش ما نديرهمش احراج. كاين يوتيوبر ما شاء الله ما نذكروش اسميه ما شاء الله يجيب لك المصدر باش عندهم مصداقيه، لازم يجيب لك المصدر. وكاين يوتيوبر حبوا الباز، حبوا الباز، حب يبين روحو، حب يزيد المشاهده. واليوتيوبر هذو انا جامي شفتهم ينتقدوا رئيس اتحاديه ولا جامي، رغم انه الجزائر كامله كونتر الاتحاديه الا هما والو يهضر لي على المحترفين والمغتربين واللاعبين ومنا ومنا، يهضر لي على الفيدراسيون الكوارث اللي صارت الفيدراسيون. صم بكم عمي عمي. ما رجعنا لموضوعنا، نخرجوا شو خرجنا شويه على الاطار، نرجعوا لموضوعنا. بالرحمه يربطوا عقد مع برنتفورد، بالرحمه راح يروح في الصيف هذا في حاله اني قلتها ونعودها، في حاله اذا برنتفورد ما تاهلتش البريمير ليج. الى تاهلت البريمير ليج راح يبقى، الى ما تاهلتش راح يروح. قضيه النادي نقول ونعاود، قادر يكون تشيلسي ما استبعدش الشيء هذا، قادر يكون ارسنال، قادر يكون ويست هام، قادر يكون ليدز يونايتد الصاعد الجديد تاع بيلسا، كلش متوقع. الشيء اللي ما يتوقعوش العقل، تجي تقول لي لامبارد يتفاوض مع الوكيل على هذه حاطه بطوله واد كنيس، انا بطوله واد كنيس كي تقولها لي ممكن نتقبلها، خطره فيها كلش كل كوكايين كي تلقى الاربيتراج مشري تلقى لي جواري يبيعوا الماتش تلقى كلش تلقى، اني معاك. باش تقول لي دوري الانجليزي بريمير ليغ اقوى دوري في العالم لونترينر نتاعو يتفاوض مع وكيل اللاعب؟ نسيت لك انا نبين لك باللي راك دير في الباس، نعطيك بالدليل، نعطيك زوز حوايج دليل، ما تزيدش تهضر خلاص على الاخبار الكاذبه، يا تجيب مصدر معلومه صحيحه يا تسكت، نعطيك بالدليل زوز حوايج بالدليل ونسكت. الدليل الاول، تشيلسي عندها مقابله مهمه مع ارسنال، لا فينال لا كوب النهائي الكأس انجلترا اللي داتها ارسنال، يعني لومبارد يخلي المقابله تاع الكاس اللي مهمه يحضر لها بسيكولوجيا وعنده ستاف نتاعو، ستاف كبير معاه، يخمو والو، يخمو غير بالرحمه باش يجيبوه ويضر الماتش على فينا على جير بالرحمه. شفتوا ذاك هذه الاولى. الدليل الثاني، انت تقول باللي بالرحمه غدروه غدروه وخانوه، والإدارة تاع برنتفورد كي تتفاوض مع تشيلسي غدروه غدروه. شوف أسيدي الخبر هذا قلته بعدها بنهارين ثلاث أيام، عطاو أحسن لاعب للبراحمة، الصورة توضح، أنا ما نقول لك والو، شوف الصورة تعرف أسكو غدروه ولا لا. سيد فرحان مع لي جوار بالصور ومع الستاف تكنيك مع لونترينار مع هادي سيد رو بريباري الماتش لا كوب بالنسبة ليهم لا فينال كونتر فولهام، مقابلة حياة أو موت. المقابلة هذه راهي فيها بيج شو كيما نقولوا، عندها نسبة مشاهدة كبيرة أكثر حتى من مقابلة مانشستر يونايتد ولا السيتي ولا، حياة أو موت المقابلة هذه. جيت تقول لي أنت غدروه ومش غدروه، نزيد لك حاجة أخرى، نزيد لك دليل ثالث سيدي من عندي بونيس، يعني من هذه اللي تشيلسي فريق أخي محترف صح، الفريق تشيلسي هذا ما فيش الاداريين، ما كانش
ما فيش اللي اهتموا بالجانب المالي وجانب المالية، ما كانش. ثم كاين لومبارد هو كلش، لومبارد يروح ينيغوسي مع المانجر الفلاني ويروح ينيغوسي مع المانجر الفلاني باش يجيب لي جواب. وين راحت الإدارة؟ اه وين راحت الإدارة؟ وين راحت الناس المستكلفين بالاستقدامات الريكريتمون؟ انا نعرف جو نعطيكم حاجه دي من الاخر، من الاخر يعني طولت ياسر. جو سوا تلعب باس، اللي جان يفهموني الكلمه هذه، باس كونامي باس 2017 ولا 18 ولا 19 ولا حتى 20. كي تخير لي جو، كاين تحب ماي كلاب تنشئ فريق وتخدم به، كي تنشئ فريق وتخدم به يقول لك كاين تاع الريكريتمون، الجهه تاع الريكريتمون. انت كاونترينور تعطي رايك، قال ودي نحب الجوار هذا، خلاص انتهي المهمه تاعك تنتهي. كاين ناس مسؤولين على الاستخدامات هذه في الجو، ها في الجو في لعبه، فما بالك في الحقيقه، هذه في لعبه كيما هكا فما بالك بالحقيقه. اذا يكفيكم من الباز، حاب دير الباز انا قلتها، كاين القنوات تاع الكوميديا، كاين تاع الضحك، كاين فضائح، دير على روحك الباز. ما نجيش على ظهر الناس نضحك على الناس، مسخر بالناس، والناس اللي غالب تهز معلومه وماناجير نتاع بالرحمه راح كلموا رومبارت شخصيا قالوا نحب غير جوار هذا وغدروه. شي غدروه هذا؟ تي راك تحكوا على بوكوت هذا كنيس، راكم تحكوا على اقوى دوري في العالم، اقوى دوري في العالم بريمير ليغ، جيت تقول لي غدروها؟ نندب، يكفي ما نزيدش اكثر من هكا. اذا فتحت قوس وغلقناه، نتمنى ان شاء الله هذا من اليوتيوب يسمي يروح يوتيوبر وعنده شهرة ودرع واني نصور في إسبانيا وفي إيطاليا وفي ألمانيا، يتكلم لنا ولو مرة برك لا الفيديراسيون على الفضاء اللي صارت الفيديراسيون. ويكفيك من الأخبار هي سهلة، ونحترم من اليوتيوبر اللي يبحثوا على المصدر تاع الخبر. ما شاء الله كاين قلت اليوتيوبر يبحثوا على المصدر، وكاين اللي حابين يديروا لي في ويزيدوا المشاهدات. لي في سهل، بالفضائح قادر تجيب لي في والحديث قياس. في الأخير خوتي ملاقاتنا مع بزمن الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.